السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بقى عندنا في كونكت، ده بديل عن زوم وتيم والبرامج الخاصة بالاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات. تقدر تفتح قاعة دراسية أو غرفة اجتماعات بسهولة. هتيجي هنا تقول له إنشاء اجتماع وتكتب اسم المؤتمر اللي أنت عايزه أو الاجتماع اللي أنت عايزه أو القاعة، أو تقول له انضم الاجتماع يكون حد عمل القاعة وبعت لك الرقم، تبدأ إن أنت تدخله هنا. الموقع ده مستو إن هو عربي، ف بديل للمنتجات الأجنبية. هتلاقي هنا الاجتماعات، الندوات، الغرف، تمام. طبعا لو انت متعود على الإنجليزي ممكن تيجي هنا وتختار اللغة الإنجليزية لو انت حابب. عايزين ندعم فعلا التكنولوجيا ديت. انا بدأت اهوت نقرر نمذجة معلومات البناء، هعمله على الفي كونكت، تمام. في لحظة ده اقول شغل الاجتماع او اقول له تعديل الاجتماع او ديليت للاجتماع. هنا هتلاقي التسجيلات، لو انت بدأت اجتماع وعايز في تسجيل معين هتلاقيه هنا. اعدادات الحساب، الاشتراك، تمام. غرفة واحدة لان انا عامل اللي هو لسه مجاني، تمام. الفواتير، تمام، مفيش لسه فواتير، بس انا مش هدفع في زوم بعد كده، هوقف لما اشتغل على الفي كونكت او اي بديل مجاني، مش هدفع فلوس تاني لزوم. وان شاء الله يعني ندعم الموقع ونتمنى ان هو يكون افضل. لو عندكم اي موقع عربي كويس بديل الموقع الاجنبية، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات عشان نتكلم عنه باذن الله.